مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، وشكرا كثير على المشاركة اليومية وحضور الأبراج اليومية. بليز ما تنسوا إذا ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا اليوم، وشوفوا إذا حبيتوا الفيديو تفعلوا معه، بليز عملوا لي شير ولايك وعلقوا الجرس ليجيكم إشعال بث مباشر بموضوع اختر كارت. طلب مني سؤال: هل يغش علي حبيبي أو زوجي؟ صراحة موضوع الغش بحد ذاته فقط باعتباره شوي سلبي أو درامي، حبيت دخل عليه أشياء تانية. أخذت الموضوع ورح دخل عليه هل يغش علي بالمطلق، يعني مش بالضرورة يكون في غش بعلاقة، ممكن يغش بالكذب، بالوعد، بشيء مش عم بقول فيه الحقيقة، أو أشياء كتيرة. إذا حسيتوا عندكم شك أو راودكم شك إنه هناك نوع بغش ما في العلاقة، ممكن أيضا يكون شخص تاني، الشريك، الحبيب، الزوج، رئيس بالعمل، إذا غش عليكم بشيء منه جيد. خلينا نشوف الاختيارات. حطوا النية ببالكم، ركزوا على النية، شو بدكم تعرفوا؟ هل بدكم تعرفوا إذا في غش بالمطلق بشيء؟ هل في فكرة راودتكم يمكن ما عم يعطيكم التفاصيل أو تعطيكم التفاصيل الكاملة، وحسيتوا إنه الشريكة أو الشريك عم في غش بالكلام، غش بالمصداقية، أو غش بالعلاقة؟ أنتوا أدرى شو هو وضعكم؟ نقوا ما هو الوضع وخذوا وقتكم باختيار الكارت، وبعدين استمعوا إلى القراءة. خلينا نشوف شو هي الاختيارات اللي حطت لكم إياها اليوم. هذه الحلقة صراحة لنوعين من الناس: الأشخاص اللي بيحبوا يتابعوا الترو والأشخاص اللي بيعملوا ترو، فقط للتسلية لا أكثر ولا أقل. خلينا نشوف الاختيارات. باعتبار إنه عم نعمل ترو، نقينا الأوراق من الميجر أركانا. خلي الاختيارات من الميجر أركانا أو الأسس الأساسية للترو. رح نمشي من الشمال إلى اليمين. عفواً، وعملت اليوم 7 اختيارات غير عن العادة. رح نبدأ بالمغامر، دولاب الحظ، القرار، النجم، الشمس، المشنوء، والثقة. انتو اختاروا شو هو اللون أو الكارت اللي بيمشي معكم. هل بتحبوا المغامرة؟ تختاروا المغامر برحلته أو بأسفاره. هل بتحسوا إنه الحظ ساعة فوق ساعة تحت؟ فيكن تنقوا ساعتها دولاب الحظ. هل بتحسوا إنه في قرارات بتاخدوها بحياتكم هي قرارات حاسمة؟ هل هذا التصرف بيناسب شخصيتكم؟ هل هو بتتوافقوا مع النجم أو النجوم، أو بتحبوا الليل، بتحبوا السمر، بتحبوا السهر؟ أم أنتم أقرب إلى كوكب الشمس؟ بتحبوا الشمس أكثر، بتحبوا الصيف، بتحبوا الدفء، بتحبوا الأبراج النارية؟ الموضوع ليس عن الأبراج، بس مجرد تعريف. أو هل بتحبوا التضحية، الوقوف لفترة بتأمل؟ هل بتحبوا التأمل، تمارين اليوغا، أو بتحبوا تشوفوا الناس عم بتضحي؟ تختاروا المعلق أو هو منه مشنوع بس بيسموه The Hanged Man، بس هو صراحة معلق غير مشنوع. أو بتحسوا أنه أنتم بحاجة لدعم شخصي ونفسي ولتقوية الثقة بالنفس، أو ممكن يكون عندكم ثقة بالنفس زائد جدا وعالي. أوكي، شو ما كان اختياركم، وقفوا الفيديو وعودوا إلى الكارت والاختيار، اختاروا حسب الرقم، اللون، أو اسم الكارت. 1 2 3 4 5 6 و7. الاختيار الأول على السؤال: هل هناك خيانة أو غش أو خداع في علاقتي مع الحبيب، الحبيبة، الشريك، الشريكة، الزوج، الزوجة، اللي هو الشخص اللي أنتوا عم تسألوا عنه أو الشخصية اللي عم تسألوا عنه؟ الجواب هون على الأغلب نعم، هناك نوع من عدم المصداقية، نوع من الغش، نوع من اللعب بالعواطف والشعور. والتغييرات كتيرة طرأت عليكم بهالعلاقة أو مع هالشريك أو مع هالشخص، إن كنتوا بعلاقة أو ما كنتوا بالوقت الحالي، و
هل الشريك أو الشريكة السبب إنه بيعملوا هالتصرف؟ لأنه بحسوا إنه بيقدروا، ما عندهم إحساس وشعور بالمسؤولية وقادرين ياخدوا خطوات مثل ما شفتوا بالمغامرة. شخصية بتغامر، ما كتير بتهتم للعواقب، فممكن إنها تدخل في دور المغامرة، وهون كل شيء مسموح. فإذا الجواب للمجموعة الأولى نعم، انتوا شوفوا شو كانت نيتكم وفكروا بالموضوع وبالتفاصيل. طيب إذا بدنا نشوف النصيحة لهالمجموعة وكل المجموعات، ما هي النصيحة اللي لازم تعملها هالمجموعة مع هالشريك أو الشريكة اللي عندهم هذا النوع من المعاملة بالعلاقة؟ والنصيحة هي يجب ترك هالعلاقة أو ترك هالشخصية، لأنه صراحة عم تعملكم نوع من الكآبة، عم تحسسكم بعدم السعادة. ما في سعادة هون، جايز هني كمان يكون عندهم كآبة، ولذلك دائما ببحث عن مغامرة جديدة أو شيء جديد، أو بطبعهم بيكذبوا أو ما بحبوا يقولوا الحقيقة. هذه الفئة الأولى. رقم 2 أو دولاب الحظ، هل هناك غش أو خداع في العلاقة؟ والجواب أيضا نعم، هناك غش وخداع في هذه العلاقة، وجع قلب، مع أنه هالأشخاص حبوا بعضهم أو ممكن يحبوا بعضهم، أو أنتوا حبيتون كتير، أو في كان نوع من الاهتمام لفترة من الأوقات، إلا أنه بوقت من الأوقات واحد من الطرفين حس أنه هذه العلاقة لا تكفي، وهن عندهم طاقة قوية جدا بإمكانهم يعطوها لحدة تاني، أو بجوز غشوا عليكم بالوعد أو في كذب بالوعد اللي وعدوكم إياه، أو الأمل اللي حطيتوا فيهم، أو بالأشياء اللي توقعتوا إنه هالمجموعة ممكن تعملها. فإذا الجواب هم من ناحية الغش أو عدم المصداقية أو شو ما كانت النية اللي عقدتوها على هالمجموعة، الجواب نعم، للأسف نعم. ما هو الحل أو ما هي النصيحة لهذه المجموعة؟ شو لازم يصير؟ والنصيحة هي أيضا الابتعاد، لأنه دائما حتى لما يكونوا صادقين حيكون عندكم شك، ما فيهم نهاية سعيدة للأسف، وممكن أنتوا كمان تضلوا في ضياع مستمر، ما رح توصلوا إلى الشعور بالأمان. الشعور بالأمان، الإحساس بالأمان، للأسف الشديد ما رح توصلوا له في هذه العلاقة، ولذلك الأفضل أنه تحاولوا الانسحاب أو الابتعاد، وهو الأفضل وفي مصلحتكم إذا فعلا حابين تسمعوا للنصيحة. هذا كان للمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة وهي القرار، هل نفس السؤال أيضا، والجواب مش بس نعم أو لا أو أكيد، أعتقد أنه ممكن لمستوا هالشي أو حسيتوا أو شفتوا، وأكيد 100% كان في خداع أو كان في نوع من الخداع أو الغش أو عدم المصداقية للأسف، وكان هذا الشيء واضح أيضا، جايز مش بس معكم، مع كل الشركاء اللي كانوا بحياتهم أو كانوا بحياتكم، ممكن أنتوا اللي عملتوا هيك أو هن. بكل الأحوال نحن سؤالنا عن الشريك أو عن العلاقة بحد نفسها، فالجواب نعم. كأني عم حس من هالمجموعة منهم مع بعض أو منفصلين أو تركوا بعض، الله أعلم، ولكن بالنسبة للجواب، الجواب نعم صار في هالشيء، وصار في غش، وصار في نوع من عدم المصداقية أو الخداع. أوكي، سو شو هي النصيحة بالنسبة لهالمجموعة بغض النظر إذا كنتوا مع بعض أو لا؟ النصيحة إنه أنتوا نوع من الأشخاص اللي ممكن يلاقي سعادة بشراكة جديدة، حب جديد،
بناء مستقبل جيد، تنتموا للعمل، في مصاري، في وضع جيد، في ثقة بالنفس. فالأفضل الانتباه لنفسكم وصحتكم وبناء حياة جديدة، مستقبل جيد، وبيجيكم رزق وبيجيكم مال. ما في داعي للخوف إذا كان هذا هو السبب الوحيد اللي مخليكم في هالعلاقة أو خايفين ما تتقدم. بالتوفيق لمجموعة رقم 3. خلينا نشوف المجموعة الرابعة، مجموعة النجم أو النجوم أو النجمة. هذه المجموعة السؤال: هل هناك غش أو هل هناك خداع؟ الجواب: كان في بوقت من الأوقات وتغيرت الأمور إلى الأفضل. بالفترة هايدي في نوع من الهدوء أو عدم التحديد، ولكن كل فترة بيصير نوع من الغش أو نوع من الخداع أو نوع من الكذب. فبغض النظر إن كنتوا مع هالأشخاص أو ما كنتوا معهم، هيدا هو طبعهم. ما بيقدروا يحكوا الحقيقة، ما بيقدروا يبينوا كل شيء، ما بيكشفوا كل أوراقهم. كل فترة بيخلقوا نوع من الدراما، بيرجعوا بيهدوا مرة تانية، بيرجع بيصير شيء تاني، بترجعوا بتعلقوا، وما في نوع من الاستقرار. على الأغلب هالعلاقة كانت أيضا غير متكافئة صراحة. أوكي، إذا كنتوا بعدكم بهالعلاقة أو بهالزواج أو بهالارتباط أو بهالشراكة، فهناك عدم توافق، وبالنهاية ممكن كتير إنه تنفصلوا عن بعض أو تبتعدوا عن بعض بسبب عادات هذه الشراكة أو الشخص اللي أنتوا مشتركين معه في هذه العلاقة. إذا الجواب نعم، هناك خداع. ما هي النصيحة للأشخاص اللي اختاروا رقم 4؟ النصيحة هي: على طول حيكون في صعوبات مع هالمجموعة، على طول في صعوبات إذا اخترتوا نفس هالأشخاص، على طول في صعوبات إذا حاولتوا إنه تسامحوا وتمشوا لقدام وتفكروا إنه ما رح يصير في مشاكل. المشكلة هون حتكون دائما محاولتكم تصليح الموضوع أو رتي الموضوع، أو هن حيحاولوا يصلحوه، لكن بالنهاية الموضوع صعب والشخصيات منا متأقلمة مع بعضها. ما في ثقة، راحت الثقة، أو ممكن إنه الثقة ألا تعود. لذلك أنتوا أعرف بمصلحتكم. الآن رح ناخد مجموعة الشمس. خلينا نشوف مجموعة الشمس، هل هناك غش في العلاقة؟ والجواب هو: بوقت من الأوقات إذا ما صار رح يصير. إذا ما اكتشفتوا بوقت من الأوقات رح تكتشفوا فيما بعد. أوكي، حتى لو كنتوا متزوجين أو على علاقة بزواج مع هالشخصية، في أشياء إما بيخبوها عنكم أو عندهم شريك ثالث، أو في أنتم في شراكة ثالثة أو علاقة ثلاثية، ودائما حيكون في خداع، كذب، عدم إحساس بالمسؤولية، وبعض المسائل اللي رح توجعكم وتحسسكم انه في غش، في خداع، وفي عدم استقرار. اوكي، فاذا هالمجموعة اذا ما صار رح يصير، واذا ما اكتشفتوا بجوز ما تكتشفوا، ولكن كل فترة ممكن يوقعوا بهيدا المطب. الخداع مش بالضروري دائما يكون عن علاقات تانية او علاقة ثلاثية، يمكن بالمال، بالاعمال، بالكذب، بأشياء طبيعية بتحكوا فيها كل يوم. جايز هالأشخاص ما بيحبوا يكونوا صادقين أو منهم صريحين، أو طبيعة العلاقة ما فيها صراحة أو ما فيها مصداقية. شو هي النصيحة بالنسبة لهالمجموعة رقم 5؟ هذه المجموعة إما أنتم إما الشريك إما العلاقة ذات نفسها عايشين بحلم، والأشخاص اللي موجودين بهالوضع ما بحبوا مواجهة الحقيقة، ما بحبوا يسمعوا الحقيقة، ما بحبوا يعرفوا. في غشاوة على عيونهم ممكن،
أو بجوز ما بيقدروا يطلعوا من هيدا الموضوع، على الأغلب رح تبقوا، بجوز ما عندكم كل التفاصيل. في أشياء كتير ما بتعرفوا تفاصيلها، فجايز كتير إنه أنتوا تبقوا أو تكونوا متعلقين جدا بالشريك أو الشريكة ما بتقدروا تتركون. فهون الحل مش من النصيحة، الحل جاي منكم أنتوا، ما هو قراركم أنتوا بالبقاء أو الذهاب. على الأغلب إذا كنتوا بهالعلاقة ممكن على الأغلب تضلوا، ممكن شفتوا هالوضع بيتكرر عدة مرات وبقيتوا بالوضع. بالتوفيق. مجموعة الـ Hanged Man أو الرجل المشنوق، خلينا نشوف هذه المجموعة. هذه المجموعة صراحة صعب كتير إنه تكمشوا الشخص بالغش أو الخداع. على الأغلب عنده نوع من التوازن، بيوازنوا ما بين إذا كذبوا الكذبة متقونة أو الخداع متقون، إذا غشوا الغش ما بيبين. يعني عندهم تمثيلية رائعة جدا، بحاولوا يغطوا التراكس تبعونهم ما حدا يكتشف، بحاولوا انه ما يغشوا، بحاولوا انه ما يكذبوا، بحاولوا انه يكونوا افضل ما هن، ولكن في صعوبة. بس اهم شيء انه دايما بحاولوا يكونوا جيدين معكم او بعلاقتهم معكم. اذا كنتوا متزوجين وعندكم منهم اولاد، ما بحاولوا يخربوا العلاقة او الزواج على حساب الاشياء التانية او الكذب او الى ما اخره، ولكن موجود عندهم هالشي بس بكمية قليلة. واذا انكمشوا بحاولوا يصلحوا، واذا ما انكمشوا بغطوا اثار بشكل كتير كتير كبير وكتير جيد، مما ما يؤدي انه تعرفوا شو عم بصير. ما هي النصيحة لهذه المجموعة؟ النصيحة بدكم تكونوا واعيين، فكركم واعي ذكي، بدكم تكونوا متفهمين، ما تحاولوا تكونوا قاسيين مع هالمجموعة. ما في شك انه في محبة هون، والقطع بت ما بيمشي مع هالمجموعة. بدكم تكونوا لينين وتعرفوا تتصرفوا بحكمة ووعي انتو وهني. فهون الوعي ضروري لحسن التصرف. المجموعة الأخيرة وهي Temperance أو الثقة بالنفس. نفس السؤال، وهذه المجموعة لا، مش عم شوف في غش، بس يعني بكل الأحوال هي هالمجموعة عقلة صعب شوي، منعزلة، بتحب الوحدة، لما بتلاقي حدا بتضل معه، بتحاول تكون مخلصة لإله، بس يعني ما بيلفت نظرها بعض الأشياء اللي بتلفت أنظار الآخرين. بتحاول تشتغل بجد، بتحاول تضل على الصورة اللي اجت فيها من البداية، بتحاول تضل صادقة. أوكي، بين السطور أو خلف الكواليس ما في شك إنها بتحاول، بس بجوز ما تنجح إنها تغش أو تخدع. جوز بتحاول، ممكن بتخاف من القانون، ممكن بتخاف من الناس، من سمعتها، ولكن هي ممكن تكون هالعلاقة مع شخصية دينية أو شخصية واجهة للمجتمع، ممكن يكونوا ملتزمين، ممكن يكون المجتمع ينظر لهم نظرة خاصة، فما بيحبوا يشوهوا سمعتهم أو يورجوا الناس أخطاءهم. بحبوا دائما يكونوا
بصورة جيدة مع الناس، والناس تشوفهم على أنه هن إيجابيين ومثل وقدوة. فيز اكتبوا لي بالتعليقات عن هالشيء إذا كان هالقراءة لألكم بتناسبكم. النصيحة هون أنه تعيشوا بسعادة بهدوء، تستمتعوا بهالعلاقة، تستمتعوا بالعيش مع هالمجموعة، وتحاولوا أيضا أنتم تكونوا سعيدين. ما في داعي لعدم الثقة بالنفس أو عدم الثقة بهالمجموعة أو الخوف من الغش أو من الخداع. على الأغلب منهم شاطرين بهالشي كتير وبحاولوا يبتعدوا عنه قدر المستطاع، لأنه مثل ما قلنا أنه سمعتهم أو اسمهم جايز مهم بالنسبة للناس. هيدي كانت فقرتنا اليوم، وهيدي هي اختياراتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم. بليز اكتبوا لي بالتعليقات شو كان رأيكم، وشكرا كتير لكم. تصبحوا على